السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد ببيوز. الحين راح نتفرج على فيديو على اليوتيوب، فيديو تحدي حيورينا ايش اسمه اللوجوز. اوكي، براندات لازم نحاول نعرف ايش اللوجو الصح. ايوه تمام، حتشوفوا دحين لما نتفرج على الفيديو نحاول نحل الغاز مع بعض. ايوه، ونشوف ايش اللوجو. اول مره نشوف هذا الفيديو، ف برينجلز. اي لوجو هو الصح؟ انا اقول اللوجو اللي على اليسار، لانه على اليمين ناقص الفم. والله اعلم، ماني متاكد. ما يحطوا الفم على اليمين. انت تقول اليمين وانا اقول يسار. ها ما في فم. ما في فم. طيب بس شنب. طيب عندي شنب. كيف ياكل يقول؟ تسلا. تسلا انا اقول اليمين. اللي على يسار الاي ثلاث خطوط بدل ما يكون كذا. انا اقول يمين. انا اقول يسار. يس، انا حق تسلا. كوكا كولا طبعا اللي على يسار، واضح لانه الكولا اللي على اليمين نازل تحت الخط. فعلى يسار. اتوقع حيورينا بيبسي بعد هذه كولا. كلنا جبناها صح. ايوه سبرايت. سبرايت الاي مختلف صح. ايوه على اليمين الاي غلط، ما في نقطه. ايوه على اليسار. انا اقول يسار. هذه سهله. يس ووهو. انت قلت يسار. ايوه بيبسي اليسار. يسار. I say Pepsi to the left. على اليسار. كلنا نقول يسار. هذه سهله كمان. هذا بيبسي. صح، اللون كان مختلف، احمر فوق والازرق تحت. تيك توك هذه يمين. نفس الشيء. نفس الشيء؟ لا اللون، لون الاو. انا اقول يمين. انا اقول يسار. يمين. يمين. يمين صح. عشان الازرق هو. الالوان مختلفة، صعب هذا كان. اليسار. يسار. ما نعرف. تعرف هذا يعني يتحدى قدراتكم على حفظ الصور. فانا بحاول اطابق هذه الصوره مع صوره الفراسي. على اليسار. ايه بي ترى نستخدمه كثير في الغرب، الى الان ما انتشر كثير عندنا في الشرق الاوسط، شيء غريب. علي اكسبرس انا استخدمه كثير هذا، فالمفروض اعرف. انا اقول يسار. يمين. تقول يمين ولا تقول يسار؟ اوكي حقول يسار عشان انت قلت يسار بس انا ما اعرف. انا اقول يسار. انت تستخدمه مره كثير. امازون اليسار. يسار طبعا لان سمايل كذا، بس ما في الا واحد اللي فيه. ايوه هذا عارف حق الفم حق الصحن. يسار اكيد. ايوه امازون من اهم المواقع اونلاين دائما يستخدمها. على اليمين لانه في فراغ كبير بين الاي والتي. طبعا اتسي من المواقع المعروفه برا، بس في الشرق الاوسط مو مستخدم كثير. طبعا يمين هذا مره كويس الموقع هذا. الموقع يعني حق ناس نتفليكس. اليمين نتفليكس. يمين ولا يسار؟ يمين. يسار يعني كل شيء كابيتال الى الاي لو كيس. اللي على اليمين كل شيء كابيتال. كويس تمام جبناه صح. هاي ايوه ياي. طبعا اليسار طبعا يعني كله الوان. كريولا. كريولا حق هذا المراسيم الوان. طيب اقلام الوان. طيب اللي بعده تومي هيلفيجر. تومي هيلفيجر بس لبس اي شيء. تومي هيلفيجر ايوه قميص صح؟ كان انا ما اشتريت اي شيء من منتجاتهم، بس بعض منتجاتهم حلوه. ابى اجرب منتجاتهم. ينفع في البرد بس ما ينفع في الجو الحار. ملابسهم. لاكوست يسار. لاكوست اللي على اليمين التمساح غامق بزيادة. لا عشان الفونت. يسار. الفونت اي صح صح يسار. ما ادري ليش حسيت التمساح اغمق على اليمين. نفس الشيء. يمين. ايش هذا النقطة؟ ايش ليش حطوا نقاط فوق الاي؟ ترى زار الشركة اسبانية. كنت تعرفوا؟ كم دقيقة شفنا من الفيديو إلى الآن؟ اعتقد شفنا لسه ما وصلنا النص ما شاء الله. بس الرد قاب على اليمين. يمين ايش هذا؟ ويمكن لا اليسار. انا قلت يمين عشان في جاب. يمين يمين. الجي في جنريشن. انا قلت يسار عشان في جاب. ايوه بس غيروا غيروا. طيب امريكان ايجل اوتفيترز. انا اقول يسار كذا. احس ان الصقر كويس انه متجه الى يسار. ف ايوه يسار. American Eagle Outfitters. طيب Forever 21. اليمين. اليمين
مو معقول حطوها على خطين. يمين. يمين. إيش بتقول يسار؟ أنا بقول يسار. لا يمين. لا خلاص يسار. كلاس. كلاس أنا سنت كسرت عدد الجولة. كلاس كلاس. يسار. أنا ما قد استخدم ما قد اشتريت. أنا ما اشتريت مني كمان. بس أنا ححذر اليسار. ححذر اليسار. طبعاً. شكلي أحلى. هذا عنده ملابس ولا ايش؟ اتش ان ام يسار صح يسار؟ ما انا متاكد بس اقول ايوه يسار اعتقد ما ينفع اللوجوز كذا حطوه على خطين ما اعرف اذا كان متفروق يسار اتش ان ام كيوما يمين يمين يسار لا يمين يمين 100% يمين يمين 100% اصبر عنك انا سمين اصبر عنك انا سمين ما بنت استخدم في الماء تخيل اذا انا طلعت غلط بعد ما كنت سويت بنانا ريبلانت يمين طبعا ايش هذا البنانا ريبلانت بنانا ريبلانت ملابس بس طبعا ما حيحطوا بنانا ما حيحطوا ما بيحطوا صورة موزة ايوه اظن قد اشترينا شيء من عندهم يس يمين يس انا قريب اشتريت ملابس من جاس يمين انا اقول نفس الشيء يسار يمين يسار حزر ما انا متاكد ايه اعتقد انا فايز الى الان ايش في بس جبت اكثر شيء صح نفس الشيء يمين يمين توم فورد طبعا حق عطور انا سحبت توم فورد عنده عطور ان ايمان تعرف مين توم فورد صاحبي عرفك عليه بعدها اوكي okay. توم فورد اللي على اليمين هيرميز اوه مع انه ماركه فخمه احنا ما نشتري ما يمين يمين انا اقول يسار يمين يمين يس هيرميز ترى مره غالي وفخم صح؟ كافا ما كنت اعرف كافا حسب كافا كافا نفس الشيء يسار في شيء مختلف اكيد يسار ما اعرف صراحه يمين ما نعرف يسار 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 ايوه النجمه كذا اللي على اليمين كله كان انفجار ايوه ايوه كان صوره انفجار كونفرس yes. كنا نحب جزمتهم صح بطلت ايوه انا عندي جزمه يونيك لو مكان انس المفضل ملابس يسار يسار متاكد yeah. اذا جبته غلط على بعد ما تشتري منهم دائما لا هو المكان مره ممتاز صراحه جيد وول مارت يمين عشان انا اقول يمين يمين لان انا ما اقدر اقول مارت بس احس انه الخط ناقص على يسار اها انا استخدمت اكثر شيء لا غصتي يمين غصتي غصتي يسار 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 لا امزح يمين يمين انا اقول يسار انا اقول يسار انا اقول يسار انت لخبطتني ايه عشان كذا اليمين ما اني ما قد اشتريت من تايلاند ايوه هذا امريكي ما في تايلاند اكيد اللي سوى هذا الويب سايت امريكي ايوه كم نتفرج على 7 دقائق الحين ما اتوقع حنخلص الفيديو 23 دقيقه نيو بالانس يمين ايش هذا نيو بالانس نيو بالانس رياضه ما تعرف انت ما تحب الرياضه ما تعرف يمين طبعا الله يمين يمشي طوالي تولوف يمين نوت فايز اوه شركة فخمة يسار لانه ناقص هذا الشيء في النوت من خطوط قوس القزح ولا ما ادري شو على اليمين ما ادري ان شاء الله هذا الخطوط حق ايش 3 يسار يسار انا اقول يسار ايوه الازرق بعدين الابيض مو الابيض الازرق نقول يسار ايوه يسار شوف اذا يطلع صح تخيل اذا عندنا بي ام دبليو وما نجيبه صح تخيل مره فشيله اه اليسار يمين يسار يمين امزح يسار كذاب لا يسار يسار لول يسار سوبر يمين طبعا يمين هذه ماركات سيارات دحين سوبارو الشركة يابانية ما سوبارو 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 هو سوبارو ولا سوبارو سوبارو لا أعتقد سوبارو أنا ما أعرف أصلا سبوي أعتقد يمين أنا أقول يسار أنت اثنين تقول يسار أنا أقول يمين الأبيض أول نشوف هم يأكل سبوي أكثر مني فهم يجيبوا صح أنا ما أكل سبوي كنت من زمان يمين هذا موقع ميدت أنت استخدمه؟ صرت استخدمه لما أبحث عن جوجل ألاقي أجوبة فيها كثير كمان في كثير أو دور تقدر نكمل إلى نص الفيديو تقريبا أوكي ماستر كارد اليمين هو أحمر أصفر ولا أصفر أحمر؟ لا يمين أنا أقول أصفر أحمر يسار أيوه
أنا باليسار. لا. كيف عرفتوا؟ أيوة أنا أستخدمه. سهلة يسار. يسار. هذه قناة أمريكية حق أخبار. طبعاً الألوان اللي على اليمين غريبة كذا. مو في جنب بمبي. إيش بني كمان؟ طيب تمام. هواوي. نفس الشيء. لا في شيء مختلف. أنا أقول يمين. أنا أقول اليمين عشان. يعني في هذا. لا يسار يسار. ورقتين ناقصة. يسار. ما في ورقتين. طيب تمام. علي بابا يسار. 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 إيش علي بابا؟ علي بابا اللي هي موقع تشتروا يعني بجملة. يمين يمين. يسار يسار. علي بابا. علي بابا. هو علي بابا يملك علي إكسبرس. يسار يمين. يسار يمين. لأن اليمين ناقص العين. يمين. وناقص الخشم. يمين. بس احتمال يمين. أيوة يمين. عشان يمكن ما. أنا صباتك ونفسي. أنا صباتك. هذا اللوجو. هذا فايفورس. داكن دونتس. يمين. هو اللون اللون مختلف صح؟ يمين. بمبي بعد متفق طيب أنا أقول يسار. يمين. أوه يمين صح. عشان أنا ما أكل دونت كثير مو زيكم. يلا أعتقد كذا إحنا وقفنا إنه هذا ما نعرف تاكو بيل هذا أمريكي. تاكو بيل يسار. كم نحاول نخرج؟ نوقف دحين تقريبا وصلنا لنص الفيديو ما حنطفشكم بإنهاء الفيديو كامل لأنه طويل مرة. إيوه. 23 دقيقة بس إن شاء الله عجبكم هذا الفيديو إن شاء الله استمتعتوا معنا. و لعبتوا معنا كذا حلو في 360 بيلز انتم تحركوا شاشه يمين يسار تحسوا انكم في الغرفه معنا صح؟ ايوه يلا مع السلامه.